اوجه تحيه حق هم مرتي عشان لا تسبب لي مشاكل وياها. خفي للحين. اي لا انا عندي مفتاح حق البيت. لا الحمد لله الله يتمم علينا. الله يسعدك. ويتمم على جميع المتزوجين الحمد لله. لا هي في كلمه بس قبل اتطرق حق المحاكم وجهته بحديثك ويا الشيخ بخصوص الثقافه. احنا اليوم وسيله اعلاميه موجوده بالتلفزيون، الوسائل متعدده ومن ضمنها المسلسلات والافلام. احنا الشرع صحيح يعني يعني عدد بالزواج مثل ما تفضل الشيخ، لازم بوجود العداله من الزوج حق الزوجات، لكن الثقافه بنت من 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 زمان اللي هي المسلسلات والافلام انه لازم الزوجه الثانيه تسبب هي المشكله، ولازم هي اللي راح تدش على البيت وهي دخيله وهي والناس رسخت بعقولها ان هذه شيطان، وممكن مو صحيح. انا ما يعني انا ما في حرمه ثانيه، زوجه ثانيه تكون ارحم من الزوجه الاولى على ممكن العيال. حق العيال حق الزوج بالضبط، فكل واحد وظروفه، لكن بالنهايه الغيره موجوده حتى بحريم الرسول عليه الصلاه والسلام كانت موجوده على 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 مستواهم وعلى يعني ديانتهم وعلى ثقافتهم. فاحنا اليوم نواجه مشكله اكبر من ان تقبل الزوجه الثانيه. احنا اول شيء خلينا نعدل البيت او الاسره نفسها اللي هي الزوجه الاولى قبل لا نفكر انه بندش حق مجتمع ثاني او انه بنعدد بالزوجات، مع ان مع العلم يمكن هم المشايخ عارفين انه الوضع الحين مقابل يمكن كل رجل خمس اناث. صح. فمشكله عالميه مو بس بالكويت، فهذه يبي لها حل بشكل عام بثقافة المجتمع نفسه. يعني يسمح بالتعدد يعني؟ مع التعدد مسموح؟ لا مسموح بس ثقافة يعني المجتمع بالضبط، أن ما راح تصير مشكلة، وإن صارت مشكلة ممكن تنحل. أنا عندي مشكلة بالقانون إذا كانت الزوجة الأولى مو موافقة أنها تكون مع الزوجة الثانية، أو الزوجة الأولى ما توافق الزوجة الثانية تسكن معها، هذه المشكلة اللي عندي بس في القانونية. في المحاكم لما الوحدة ترفع قضية والله أنا بتطلق من زوجي بعد هالعمر، ليش تبي تطلقين؟ تزوج علي، شلون ينظر لها القاضي من حيث القانون؟ شوف يعني القاعدة أن أي واحد يلجأ أو أي وحدة تلجأ للمحكمة القاضي بالنهاية راح يعطيها طلباتها سواء بطلاقها يعني أي بطلاقها سواء ما يقصبها الفرق. أي الفرق ما في حتى بالطاعة ما راح تنقصب أنها تقعد ببيتها حتى لو ما تزوج عليها. أو يعني القاضي يقول ما تبيك خلاص بالضبط، ما في أحد ملزوم، بس اللي يفرق اللي هو الامور الماديه اللي هو بيعوض او من غير عوض. بس انه بترجع بترفع قضيه انه بطلب الطلاق علشان ان زوجي تزوج علي، هذا مو يعني ما راح ينظر لها القاضي بالضرر اللي هي شايفته كضرر. ما لها ضرر لان اي لان الانواع الموجوده بقضايا الطلاق او التطليق بالمحكمه محدده على سبيل الحصر اللي هي طلاق للضرر او او ما يصرف عليها يطقها بالضبط، ما هذا يندرج تحت الضرر اللي هو الصرف والامور الماليه. لكن انه مجرد ان الزواج هو حتى لو حط عقد بعقده شرطت عليه انه ما يتزوج عليه، الشرط هذا يعتبر باطل اذا مذكور في حتى لو بالعقد. وهذه يمكن من فتره يعني حتى لو كتب بالعقد انه يعني من شرط الا يتزوج عليه بالضبط، لان هذا ما يأخذ، لان هذا حق اصيل شرعي. أيه. ما تقدر تخالفه، مثل الحضانه، هي مو الام او الزوجه حتى لو تنازلت عن حضانه عيالها بالمحكمه او امام القاضي او بينها وبين زوجها اللي امر معين، تروح ترفع دعوه مره ثانيه تاخذ العيال مع تنازلها السابق، لان هذه مو حق، هذا حق اصيل من الشرع نفسه، فهي مو بكيفك انك تتنازل عنه او ما تتنازل عنه. وبنفس الشيء انت